هذا الموسم، وفي الجانب المقابل الحاق الخسارة في التوقيت المناسب تصل إلى ريان آية نوري. صوتهم يعلو الآن هنا في أرضية المولينيو ستاديوم. هدف مقابل لا شيء، عادت لسافينيو، يتقدم سافينيو مع بطاقة صفراء يبدو على ريان. بحث عن التقدم والمرور، التغطية من ريان آية نوري في المرة الثانية، تخلصت بعد ذلك عن طريق ذلك البرازيلي ماتيو سكوليا. يعيد المحاولة من جديد لمصلحة وولفر. اللاعب ريان آية نوري، آية نوري كلها عن طريق آية نوري. عرضية انطلاقة من ريان آية نوري، آية نوري، آية نوري، عرضية. الكاي كوندوغان حاول ادريكو انتظر ما يمكن ان يكون حاضرا في شوط المباراة الثاني، لان الشوط الثاني بكل تأكيد مع احتمالات كلها واردة على مستوى احداث هذا اللقاء، لان ليفربول سيكون على موعد. كريليتش عرضية داخلي منطقة الجزاء، لكن اريان داخلي المنطقة عرضية الان ملعوبة